فكرك بالقعده بيراميدز دي. ايه؟ بيراميدز ما بتكلمش معاك. لا انا ما بص والله فعلا بجد انا يعني مش انا ولا اعرف اي حاجه في العروض اللي جايه لي. انا قافل التليفون يعني مثلا انا قافل التليفون خالص، اللي بيتكلم انا سايب مدير اعمالي هو اللي بيكلمني. وقلت له بعد ماتش الجونه يعني الكلام ده من فتره اقعد معاك وتقول لي ايه اللي جاي لي اللي مثلا يعني مش مركز غير في حاجه بره دلوقتي. لو لا قدر الله قدر الله ما جاش حاجه بره، هقعد اول حاجه قاعده مع الاسماعيلي اشوف الدنيا فيها ايه. لو الفكر بتاعهم معايا يعني تمام، يعني اللي انا عايزه مش اللي انا عايزه هم عايزوه احنا اللي عايزين، مش شروط يعني مش عايز احط شروط في الاسماعيلي بس الحاجات المعينه يعني اللي حصلت يعني هنقرب وجهه النظر بيني وبينهم بس يعني اشوف.